بداية جديدة وقيادة جديدة لمنظومة جديدة في الصحة. الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يلتقي بالقيادات الشعبية والصحفية في بداية عمله بتكليف من وزارة الصحة لإعادة هيكلة الصحة بشمال سيناء. أنا تم تكليفي من معالي الوزيرة بإعادة هيكلة القطاع الصحة في شمال سيناء بعمل منظومة صحية مستقرة علمية تطابق العلم تطابق الجودة في شمال سيناء. تم تكليفي برضو من معالي الوزيرة بأن أنا نبدأ تطوير للخدمة الصحية بحيث نقدم خدمة يرضى عنها المواطن ويرضى عنها مقدم الخدمة ذاته. لأن احنا طبعا تناقشنا في كل الأمور اللي بتخص المواطن السيناوي سواء من صحة سواء من خدمات صحية، وسعداء جدا بهذه يعني الطفرة ان يبدأ المسؤول يتعامل مع الإعلام، لأن تعامل المسؤول مع الإعلام ده شيء مهم جدا. لا يخشى الإعلام إلا من يريد أن يداري على أخطائه. الثقافة والإعلام الصحي هي عملية تربوية تثقيفية الغرض منها رفع الوعي الصحي للمواطنين والحد من انتشار الأمراض، بمعنى إن احنا بنعمله تربية صحية زي ما احنا بنربي ولادنا كتربية وتعليم، احنا بنربيهم كمان صحيا، بنغرزه فيهم المفاهيم الصحية بحيث إن هو يبعد عن الأمراض، بنعلمه إزاي يتجنب الأمراض المعدية. الصحة في شمال سيناء دايما في وجدان الدولة بمنظور جديد ووضع جديد وقيادة جديدة. شريط طبراني، شمال سيناء.